جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام الخاطب وهل لذلك عدد محدد؟ نرجو التوضيح. وهل إذا تم العقد يجوز لها أن تجلس دون نقاب، أي كاشفة لوجهها وتجلس أمامه؟ جزاكم الله خيرا. رخص النبي صلى الله عليه وسلم للخاطب، بل أمره أن ينظر إلى مخطوبته، ينظر منها ما يرغبه فيها، فأن ينظر إلى وجهها وكفيها، ويكون ذلك بحق حضرة محرم من محارمها، ويعني مع عدم الخلوة، يكون ذلك مع عدم الخلوة بها. هذا رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا عقد عليها عقدا صحيحا سوفيا للشروط والأركان، فإنها تصبح زوجته، له أن يخلو بها وله أن ينظر إليها، بل له أن يجامعها أيضا لأنها زوجته. نعم.